مشاهدينا وفكرة جديدة من عيش صح. مرض السكر من الأمراض المزمنة المنتشرة بشكل كبير جدا في مصر وفي عالمنا العربي كله في الوقت الحالي، وده وفقا للإحصائيات اللي نشرتها اتحاد السكر الفيدرالي العالمي، إن عدد مرضى السكر زاد جدا في الفترة دي. وفي الحقيقة إن في كتير جدا من المفاهيم الخاطئة اللي بيتداولها مرضى السكر من غير التأكد من صحتها، وده ممكن يسبب تأخر في العلاج كتير قوي أو حدوث مشاكل كان ممكن نتفاداها من البداية. النهاردة هنتكلم عن كل ده وهنصحح كمان كتير من المفاهيم الغلط اللي ممكن تكون منتشرة بين الناس. كل ده وأكتر مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة في الاستوديو، دكتورة هويدا بدران، دكتوراه الغدد الصماء والسكر والسمنة USA، زميل الجمعية الأمريكية للغدد الصماء. دكتور أهلا بحضرتك، منورانا النهاردة وشرف لينا وجود حضرتك معانا النهاردة. أكيد أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة عشان الصيام. طيبة الحق الصيام بقى. ميرسي، ربنا يخليكي. خلينا دكتور نبدأ على طول بالسكر ومرض السكر والمفاهيم الكتير، بس قبل ما نقول كل ده عايزين نتكلم عن الفترة اللي قبل بداية مرض السكر. يعني ايه الفترة اللي قبل السكر؟ يعني بيحصل فيها ايه او ايه التغيرات اللي بنشوفها ممكن نحس ان احنا داخلين على مشكلة او داخلين على بداية السكر؟ تمام، هي مرحلة ما قبل السكر دي مرحلة مهمة جدا في حياة الشخص ده. دي المرحلة اللي احنا نحب نروح فيها للعيان، مش العيان يجي لنا. لما احنا نروح له هنبقى جوه المرحلة اللي هي احنا بنسميها مرحلة ما قبل السكر، لكن لو هو جالنا هيبقى دخل في السكر عشان جالنا بيشتكي من حاجات. صحيح. مرحلة ما قبل السكر دي لازم عشان نعرفها نعرف انه في مفهوم خاطئ للسكر عندنا، انه لما اسأل حد عندك سكر يقول لي اه عندي سكر ورقم السكر عندي كذا عالي. يعني قبل ما يعلى رقم السكر ده بيكون حصل مضاعفات كتير جدا على مستوى كل خلايا الجسم تقريبا. طيب عشان نعرف مرحلة ما قبل السكر دي لازم يبقى عندنا قياسات للحاجات، الأرقام الطبيعية للشخص الطبيعي وقياسات تشخيصية للشخص اللي هو أنا بشخص إن ده عنده سكر. ما بينهم هي مرحلة ما قبل السكر. طبعا. القياسات دي بنقيسها على ثلاث محاور: السكر الصايم اللي هو بيبقى 8 ساعات صيام. أوكي. السكر الفاطر اللي هو بيبقى ساعتين بعد الأكل من بداية الأكل، مش من أول ما خلص الأكل. طبعا. السكر التراكمي اللي هو ذاكرة الخلية، اللي الخلية بتفضل شايلة في السكر لمدة 3 شهور، وبنقدر نعرف بيه ال3 شهور اللي فاتوا دولت كان أخبارهم شكله إيه. الأرقام الطبيعية في السكر الصايم بتبقى لحد 100. الأرقام التشخيصية 125-126 يبقى عنده سكر. تمام. في السكر الفاطر بيبقى 140، 200 بيبقى عنده سكر. في التحليل التراكمي بيبقى من 5.8 لحد الطبيعي 5.8، التشخيصي 6.4 أو 6.5. ما بينهم فترة اسمها فترة ما قبل السكر. تمام. طيب الفترة دي بنتعامل فيها ازاي مع المريض او الخلاص داخل على مرض السكر؟ بيتم بقى التعامل معاه ازاي في الفترة دي والتشخيص بتاعه، وبنعديله كده الفترة دي ازاي؟ الفترة دي الناس اللي جواها ما يعتبروش مرضى. دخلوا السكر. تمام. بينقسموا لثلاث اقسام: اسم بيسمع الكلام وبيلتزم بالنظام اللي هو اللايف ستايل او يعني نظام الحياة، يختلف يعني يبقى في رياضة، يبقى في أكل، يبقى في كلام زي كده، بيلتزم بأدوية أقرتها الجمعية اللي هي الـ FDA، الوحدة FDA Approval اللي هي منظمة الأمريكية اللي احنا بنتبعها أو بنمشي وراها في الأدوية وفي الحاجات بتاعتنا. ده بيلتزم فبيخرج بره القصة خالص وبيرجع طبيعي، ما بندخلش أصلا هنا جوه قصة السكر. لا، ده بيلتزم بقى يا إما باللايف ستايل أو بالأدوية، بيخرج بره خالص. الاسم التاني أو الجزء التاني بيفضل في مكانه، ملتزم نص نص يعني، بيفضل في مكانه ماشي على سطر وسايب. أيوة. الجزء التالت ده ماشي من دماغه، فده طبعا بيدخل عضو جديد في نادي السكر، وهو ده اللي نبتدي نشوفه. عايزين نعرف إن أول ما المريض بيجي يشتكي من السكر بيبقى في 50% من خلايا البنكرياس خارج الخدمة. وكل ده خلاص المريض اشتكى وجالنا بأرقام
عالية تشخيصية للسكر، في 50% من خلايا البنكرياس خارج الخدمة. كل سنة مع عدم انتظام السكر في من 4 لـ 5% خلايا بتخرج برضو برا الخدمة. فبالمعدل بعد حوالي 10 سنين أو كده من عدم الالتزام، إذا ما كانش أقل، فبنحتاج بقى إنسولين وبتختلف طرق العلاج. بنمشي بقى في قصة تانية خالص. خلينا في الجزء الأولاني اللي هو اللايف ستايل والسكر. مش سكر مش رقم بس، السكر منظومة بحالها. المنظومة دي فيها كوليسترول وفيها سمنة وفيها نقرس وفيها فيها كلام كتير قوي. فأول حاجة في اللايف ستايل هي الرياضة. الرياضة احنا عندنا مفهوم خاطئ عن الرياضة، ان احنا الرياضة دي انا بعمل رياضة عشان اخس. لا، انا بعمل رياضة، الرياضة دي بتعمل لي كذا حاجة. أول حاجة بتفرز هرمون السعادة، بتخليني مختلف عن الناس التانيين. تاني حاجة بتصلح التوازن بين الكوليسترول الضار والكوليسترول النافع. بتزود شوية الكوليسترول، يعني بتصلح التوازن ده. تالت حاجة إن هي بتخلي الجسم يشوف الإنسولين اللي أوريدي موجود جوه الجسم ويستعمله ويستغله. رابع حاجة وهي مهمة جدا بالنسبة لنا، إن هي بتزود معدل الاحتراق. يعني إيه معدل الاحتراق؟ معدل الاحتراق ده إن إحنا وإحنا قاعدين ما بنعملش أي حاجة، كل متر مربع من جسمنا بيفقد حوالي 40 سعر حراري من غير ما نعمل أي حاجة خالص. طب إحنا جسمنا قد إيه؟ جسمنا حوالي 2 متر، فمن غير ما بنعمل حاجة بنفقد حوالي 80 سعر حراري. والدليل على كده إحنا ما ندخل أوضة برد، مش النفس اللي بيدفيها بس، بعد شويه تلاقيها دفيت من فقد السعرات الحراريه دي. الرياضه بتعمل ايه؟ بتزود معدل الاحتراق ده حوالي 3-4 ساعات بعد الـ الرياضه يعني. اوكي. فده دور الرياضه. نيجي بقى لدور الاكل، وهو القصه المهمه جدا. الاهم. اولا مفيش حاجه اسمها نظام غذائي لمريض السكر. في نظام غذائي صحي، ومريض السكر ده بيبقى هدية ربنا سبحانه وتعالى اداها للناس اللي في البيت عشان يمشوا كلهم على نظام غذائي. بيمشي البيت كله على نظام غذائي، ولازم البيت كله يشارك. يعني ما ينفعش ابقى انا قاعدة قدامي طبق رز ومكرونة وكلام زي كده، حد قاعد جنبي وحد قاعد اقول له لا انت تاكل سلطة وهلسي في حاجات كده. لازم كل البيت يشارك في النظام الغذائي ده. طيب النظام الغذائي يتكون من ايه؟ يتكون من كل مكونات الغذاء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا. يعني النشويات، يعني مفهوم خاطئ ان احنا لما احب اعمل دايت امنع النشويات. صحيح. لا، النشويات دي الفرن اللي بيحرق الدهون، اللي بيتحرق جواه الدهون. النشويات عشان علشان ناتج النهائي للنشويات عبارة عن ثاني اكسيد الكربون ومية وطاقة. النشويات الدهنيات برضو كده، لكن علشان تتحرق وتوصل لحد الطاقة دي بتعدي في مراحل كتير، بتقف عند مرحلة الأسيتون لأنه ما بيبقاش فيه النشويات اللي تحرقها. تمام. ده بالنسبة للنشويات. ناكل بقى إيه منها؟ ناكل النشويات البسيطة الأحادية. الأحادية دي نبعدها تماماً، لأن دي أول ما بتنزل ما بتحتاجش وقت، بتتفك على طول وبترفع السكر بتمتص بسرعة وترفع السكر. النشويات المعقدة هي اللي احنا نكسر منها بقى، الحبوب، القشور، الحبوب، الرز، المكرونة، مفيش مشاكل من الكلام ده، لأنها عبارة عن مجموعة كبيرة من الأحادية بتتفك شوية شوية وترفع السكر شوية شوية. في نشويات تانية اللي هي النشا والسليلوز. السليلوز ده جزء مهم جدا عايزين نتكلم عليه، انه هو ما بيتهضمش في جسمنا، ولكن فايدته ايه؟ بيزود بينفش زي ما بيقولوا، يعني بيزود كمية الحاجة اللي بيتاخد عليها. ده موجود في السيقان بتاعة النبات، بيمتص من الامعاء كمان كل الحاجات اللي ملهاش لازمة، يعني كوليسترول، الحاجات بيمسك عليه السكر، بيزود حركة الأمعاء لأنه كل جزيء منه بيمسك بجزيء أو اتنين مية، فبيسهل حركة الأمعاء، فبيبقى علاج لوحده كده للناس اللي عندهم إمساك.
ده بالنسبة للنشويات. بالنسبة للدهون بقى، عندنا دهون مشبعة وغير مشبعة، والدهون المتحولة اللي هي خطيرة جدا. صحيح. مشبعة اللي هي بتبقى جامدة في درجة حرارة الغرفة، الغير مشبعة اللي هي يعني ممكن ناخد منها زيت الزيتون الكلام ده. التانية المتحولة دي خطيرة جدا، لأنه الدهون الغير مشبعة دي بتمسك في الجسم، تفضل في الجسم حوالي 10-15 يوم. تانية بتقعد من 50-60 يوم ماسكة في خلايا الجسم مش عارف يتخلص منها. زي ايه مثلا يا دكتور؟ امثلة كده اللي هي المتحولة. الحاجات اللي بيتقلي فيها الزيت، الزيوت اللي المهدرجة بقى والحاجات كل الفاست فود، الحلويات اللي معمولة، الحاجات اللي احنا بنحبها اللي للأسف كلها للأسف. يعني فكل ده للأسف بيفضل ماسك في الجسم، بيعيق كل ماسك في كل خلايا من خلايا الجسم، بيعيق كل حاجة في الجسم. الخضار بقى والفاكهه والفريش فود ده نزود فيه على قد ما نقدر. كل واحد له النظام بتاعه، لان النظام ده بيقام على تقييم مرضي. هل الانسان ده عنده سكر؟ هل السكر ده معاه حاجه، مشكله في الكبد، مشكله في الكلى، مشكله في القلب؟ كل واحد له تقييمه المنفرد تماما، زي علاج السكر مفيش اتنين يتعالجوا زي بعض، مفيش اتنين هنا يبقوا زي بعض. زائد بقى ان احنا مهم قوي كوليسترول والدهون والحاجات دي لازم ننزل الكوليسترول، الدهون، ضغط الدم، اللي بيبطل سجاير، اللي بيشرب سجاير يبطل سجاير، لايف ستايل كامل يعني. جميل. خلينا بقى نتكلم في الحاجة الأهم اللي ممكن كل حد دلوقتي قاعد قدامنا مستني ان احنا ندخل فيها، وهي العلاج. أكيد كل الناس بتحب تعرف الجديد، وكل يوم عارفين ان عندنا حاجات جديدة في مجال الطب وأدوية جديدة بتدخل عندنا، وعندنا في مصر دكاترة شاطرين جدا جدا، بقوا من أشطر وأمهر الدكاترة في العالم كله، مش بس كمان في العالم العربي. فدايما بنستنى الجديد بقى من عندنا هنا. عايزين يا دكتور النهاردة بقى نتكلم في جديد الأدوية بتاعت مرض السكر الموجودة دلوقتي. تمام. احنا برضو هنتكلم على جزئين، على جزء اللي هما ما قبل السكر، الأدوية المصرحة ليهم هي الميتفورمين، وفي الطريق ان هما ياخدوا أبروفل لدواء تاني. ده بينظم معدل السكر في الدم. بالنسبة للأدوية بتاعة السكر بقى العادية اللي احنا عارفينها، كان لحد وقت قريب ما عندناش غير الأدوية الإنسولين والأدوية المحفزة للبنكرياس. ما كانش عندنا غير كده، باعتبار ان احنا ما عندناش مشكله غير في البنكرياس. أوكي. لما ابتدى تتضح الصوره شويه، كل شويه الامور بتتضح شويه. صحيح. فابتدى السكر ما يبقاش مشكلته البنكرياس بس، تبقى في مشكله في الكلى، في مشكله في الجهاز الهضمي. فابتدت الانظار في مشكله في المخ، تتجه لكل حاجه من الحاجات دي، ويبقى الامور يعني فيش لاعب فردي بيلعب. احنا بنعمل مرحله اولى ومرحله ثانيه كده يعني. الادويه الجديده بقى ان هما مثلا في الحاجات اللي على الجهاز الهضمي، عملوا تجربه ان ادوا ناس سكر بالبق، وادوهم سكر في الوريد. فالمفترض باللوجيك كده يعني انه اللي يعلي نسبه الانسولين في الدم هو السكر اللي اتاخد في الوريد، لكن الكلام ده مش صح. اللي بيعلي السكر، بيعلي الانسولين في الدم ويخلي البنكرياس يفرز بسرعه، هو السكر اللي بيتاخد بالبق. مع ان يا دكتور دايما كلنا عارفين ان اي حاجه في الوريد هي بتوصل اسرع حاجه في الجسم يعني. ده ربنا بقى. فا ايه اللي بيحصل؟ الجهاز الهضمي بتاعنا فيه خلايا بمجرد ما السكر بيعلى في الدم بتفرز، الخلايا دي بتفرز هرمون، الهرمون ده بيحفز البنكرياس ان هو يطلع انسولين، بيأجل شويه ان المعده تتفضى، فالبني ادم اللي كل يحس بالامتلاء وبالشبع. بتشتغل على المخ، على مركز الجوع، وتهديه شويه ما يحسش ان هو جعان. الهرمون ده اتصنع زيه، بس للاسف هو له انزيم بيكسره، فبيقعد وقت قليل جدا وبيتكسر. فهم استغلوا القصه دي وعملوا حاجتين، عملوا الهرمون ده عشان يطولوا فتره وجوده لا، وعملوا حاجه يعني عملوا حاجه زي الهرمون تطول فتره تاخد وجود وقت اطول جوه الجسم. وعملوا حاجه للانزيم ده ما تخليهوش يكسر حلو
قوي. الهرمون يعني احنا حوطناه كده تمام. في منهم الهرمون بيتاخد على هيئه حقن، ودي برضو نقطه انا عايزه اقولها. الهرمون ده كان الاول بيتاخد مرتين في اليوم حقن، وبعد كده بقى طلعوا منه حاجات بتاخد مره في اليوم، وبعد كده مره في الاسبوع. ففي غلط في مفاهيم الناس، الحقنه بتاعه الاسبوع دي بتاعه السكر. لا يا جماعه، دي مش انسولين، دي بتتاخد مع ادويه السكر. دي وظيفتها اللي احنا قلناها ملهاش علاقه خالص بالانسولين. بتتاخد بالتوازي مع ادويه السكر، وبنشوف بقى السكر بيعلى بيوطى بنعمل الانزيم. ده بيبقى عباره عن حبوب. الحبوب ملهاش جرعات بنعليها يعني، لكن الانزيم ده لانه الهرمون لانه بيعمل مشاكل في المعده، بيحسس بالامتلاء، فيحسس ان العيان ده عنده على طول احساس بان هو عايز يرجع، احساس بالقيء بالكلام ده، فبنعلي الجرعه شويه شويه. عملوا منه جرعات تانيه مش للسكر بقى، لا لانقاص الوزن، وكمان قوي. لعلاج الالزهايمر كمان. حلو قوي قوي طبعا. ده بالنسبه للحاجات اللي بتشتغل على الجهاز الهضمي. في حاجات بتشتغل على الكلى، لقوا انه مريض السكر الكلى بتاعته بتمسك في السكر قوي. السكر عند 180، لما يبقى 180 علو في الدم اكتر من كده بينزل في الكلى، فمريض السكر بيمسك السكر بيمسك في الكلى شويه، الكلى بتمسك فيه شويه وما بينزلش. فالدواء الجديد ان هم سهلوا ان هو ينزل في، يخلي الكلى تسيبه شويه عشان يقدر ينزل في البول. حلو جدا طبعا. في حاجات بقى كتيره جدا بقى لسه في الابحاث، في الابحاث بقى زي ما بيقولوا، لسه في المعامل. بيحطوا ده على ده، علشان يعني الغرض من الموضوع، اولا السكر قياس مش احساس. السكر لما يجيش عيان تحبي تزودي له حاجه او تغيري له حاجه يقول لك لا انا مرتاح كده، انا حاسس ان انا كويس، انا حاسس ان انا كويس. بعدين نقيس له السكر نلاقيه 200 300. طب ايه دليل ان انت كويس؟ فهم يعني زودوا حاجات حطوها مع بعض علشان احنا نتخطى القصه دي، ان العيان يقعد بقى. الادويه الجديده مش غلوها في انها بتنزل السكر احسن، لكن غلوها في انها بتنزل السكر لما السكر يعلى. يعني حلو. لما السكر يعلى هي تشتغل وتنزل السكر، حتى لو الانسان مش حاسس ان هو عنده حاجه بتعلى. هي اوريدي شغاله مع نفسها. ده حلو جدا طبعا، بالذات عند الناس اللي هي بتحب تمشي ورا احساسها. يعني انا صاحي النهارده حاسس ان انا كويس فمش هاخد الدواء، انا صاحي النهارده حاسس ان انا تعبان فاخد الدواء، فدي حاجه حلوه، هي شغاله دايركت كده مع نفسها. وخصوصا يعني ان احنا عندنا مقوله كده بنقول ان احنا بنظبط من غير ما نهبط. حلوة قوي يعني جميلة يعني بصراحة. يعني نظبط السكر بأي حاجة من الحاجات المتاحة عندنا من غير ما نهبط، لأنه أتاك هبوط واحدة بتخلي العيان ده عنده هلع من الهبوط ومن الأدوية ومن الدكتور ومن كل حاجة. دكتور للأسف كان لسه معايا أسئلة كتير جدا جدا، ولكن الوقت خلص، بس عايزة من حضرتك قبل ما نختم روشتة سريعة لكل اللي بيشوفونا النهاردة مرضى السكر، نقول لهم إيه بسرعة؟ مرضى السكر ولا ما قبل السكر؟ نقول لدول حاجة بسرعة ونقول لدول حاجة بسرعة. إن إحنا نتشيك كل شوية على الأرقام اللي إحنا اتفقنا عليها علشان ما ندخلش في السكر. طب اللي دخل في السكر يسمع كلام الدكتور، ما يسمعش كلام أصحابه. صحيح، ودي من اخطر الحاجات اللي احنا ممكن نسمع فيها كلام الناس والاشاعات اللي حوالينا، بس ما لحقناش نتكلم في البوينت دي، اكيد هنكملها في حلقه تانية. نورتينا وشرفتينا جدا يا دكتور النهارده بوجود حضرتك، وان شاء الله نكمل كلامنا، الموضوع لسه كبير ولسه في كلام كتير قوي، بس نورتينا النهارده، ميرسي جدا لوجود حضرتك. كان معانا النهارده منورنا دكتوره هويده بدران، دكتوراه الغدد الصماء والسكر والسمنه USA، زميل الجمعيه الامريكيه للغدد الصماء. خلصت فقرتنا، استنونا فقره جديده من عيش صحي.